ازيك يا مصيبة، منك ليه؟ تعالوا نشوف الراديو راح يطلع لنا ايه النهارده. ايه ده يا مصيبة انت وهو؟ واحد موجوع والتاني بيقول وقع فسي فسي فسي. يفسي ازاي يا ولا؟ يفسي ازاي؟ مش شايف فيكم حد، انتوا عيال عايشين على الحك. حك حك، مين هدول اللي راح يحكوا فيك يا مصيبة انت؟ كل الناس عارفك وحلقك، كل الناس عارفة اني غشيم. غشيم؟ غبي يعني؟ عمري في يوم ما احتجت لحد، مش تفخيم والله بجد. تنفيخ؟ انت عايز تنفخ يا ولد؟ عايز تنفخ يا مغفل انت؟ صواريخ ايه دي اللي راح تطلعها يا ولا؟ تطلعها منين يا مصيبة انت؟ بس حروبي بضرب بازيك بزبيك؟ ودي راح تضربها ازاي دي يا مغفل انت؟ جت الملوك ملوك ملوك. يخرب بيتك، انت علقت تاني يا مصيبة؟ ظروف اللي تخلينا شوف. يخرب بيت سنينك، انت عايز تشوف ايه يا مصيبة انت؟ لما جيت الكل طار غصب عننا في بار. طار ليه؟ انت كنت بتصاحب حمام ولا ايه؟ انا غبي طراوي وجهك من الاجنبي، كوكبكو يا اسطى غير كوكبي. ليه يا ولا؟ انت جاي من المريخ ولا ايه؟ بتقولي واحدة صوتها طار. ايه ده يا مصيبة انت؟ انت واحد ولا واحدة ولا انت حكايتك ايه؟ انت خد وخد دي، خد وخد وخد دي وخد. افتح 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 بقك، افتح بقك، انا راح اديها لك في بقك. خد ما تنساش يا مصيبة انت وهو، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي واحد سبسكرايب، وتديني واحد لايك، وتعمل واحد شير، وتخش تعمل بيبي جوه الفيديو.